نعم، كان هناك العديد من العناوين العريضة للصحف العربية والشرق أوسطية، نبدأ منها بالملف السوري. ما تناولته حول إلقاء القبض على عناصر بارزين من تنظيم داعش الإرهابي بعمليات لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي. هذه العمليات المستمرة وبتيرة متصاعدة خاصة في الفترة الأخيرة، التي أظهرت بحسب الصحف الصادرة لهذا اليوم توجها أمريكيا إلى تكثيف العمليات الأمنية والاستخباراتية ضد تنظيم داعش الإرهابي والتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، التي شنت عدة حملات لملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي في أرياف الرقة والحسكة ودير الزور، خاصة بعد الهجوم على مركز لقوى الأمن الداخلي في الرقة ومحاولة عناصر وخلايا من تنظيم داعش الإرهابي إطلاق سراح بعض عناصر التنظيم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، استكمالا لمخططات سابقة كان قد عمد إليها التنظيم الإرهابي بالتنسيق والتواطؤ مع أطراف إقليمية ودولية كانت تخطط لزعزعة استقرار المنطقة ونشر الفوضى بها عبر محاولة إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي للسيطرة على المنطقة من جديد بعد أن فشل التنظيم عسكريا وسقط على أيدي مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في الباغوز عام 2019. أيضا الحدث الأبرز محليا في سوريا هو انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بلغت حصيلتهم نحو 16 شخصا بينهم أطفال، ومعظم هؤلاء الضحايا هم مهجرون من منطقة عفرين السورية التي تحتلها تركيا والفصائل الإرهابية التابعة لها. هؤلاء هربوا من جرائم هذه الفصائل الإرهابية وهجروا من ديارهم ليجدوا أنفسهم مرة أخرى ضحايا للحصار من قبل قوات الحكومة السورية التي تحاصر حي الشيخ مقصود والأشرفية منذ سنوات، حصارا خانقا حد أسفر عن فقدان معظم مقومات الحياة الأساسية في هذه المناطق. وأيضا هذا انهيار هذا المبنى هو يعود لأسباب عديدة، منها أنه الكثافة السكانية في هذا الحي والأحياء الأخرى المحاصرة جراء تكدس اللاجئين في وضع يرثى له، أيضا بسبب الهجمات التي تعرضت لها مدينة. نعم ضياء، أوضاع معظم المباني السكنية القديمة، أيضا الكثافة السكانية والإهمال جراء الحصار وعدم تمكن الإدارات المحلية من القيام بأعمال الصيانة نتيجة منع دخول مواد البناء وحتى المواد الغذائية والمواد الطبية والإغاثية، هي أزمة وكارثة حقيقية تضاف إلى سلسلة من الكوارث التي يعيشها أبناء هذا الحي. بالانتقال إلى الوضع اللبناني، ما تزال مسألة لو نبقى أولا في الوضع السوري قبل الانتقال إلى لبنان، اليوم ما الخيارات المتاحة أمام اللاجئين السوريين في ظل الحديث عن تقارب بين دمشق وأنقرة؟ اليوم إن عادوا كيف ستتعامل الحكومة السورية معهم اليوم برأيك ضياء؟ نعم، في الحقيقة رغم الهالة الإعلامية الكبيرة التي يحاول الطرف التركي خاصة النظام التركي الترويج لها عن مسار التطبيع في العلاقات بينه وبين الحكومة السورية، إلا أن معظم المراقبين والمهتمين بالشأنين السوري والتركي يرون أن أفق هذا التطبيع هو ضيق جدا ولا ضوء في نهاية النفق بالنسبة لرئيس النظام التركي رجب أردوغان، الذي يريد تجير هذا التطبيع لصالحه في أملا في الحصول على ولاية رئاسية جديدة من بوابة التطبيع مع الحكومة السورية واستغلال ورقة اللاجئين التي طالما لوح بها وحاول ابتزاز الدول الأوروبية فيها، وأيضا لخدمة أجنداته في
في سوريا وفي شمال سوريا تحديدا، رغم الوضع الداخلي الهش والأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها الداخل التركي، هناك شبه إجماع من قبل المعارضة التركية على أنه لا مكان لأردوغان في رئاسة تركيا بعد هذه الانتخابات، وأن التطبيع مع الحكومة السورية يجب أن يستند إلى منظورات وآفاق عملية تخدم مصلحة تركيا أولا ثم الحكومة السورية، ولا تكون مرتبطة بمصلحة تكتيكية انتخابية تصب في مصلحة أردوغان ونظامه فقط وبقاء حزبه في السلطة. ثم إن على الصعيد اللاجئين هناك بالإضافة إلى الأزمات التي يعيشونها والتضييق عليهم والعنصرية البغيضة التي يعانونها في تركيا جراء تصاعد المد العنصري والكراهية للاجئين السوريين، أيضا سلطات النظام التركي التي حاولت الاستثمار في هؤلاء اللاجئين كثيرا بدأت تحاول ركوب الموجة، موجة العداء للاجئين والمتاجرة بقضيتهم والترويج لترحيلهم. وحقيقة بعد أن فشلت أو انتهت معظم السيناريوهات التي يمكن من خلالها استغلال هؤلاء والمتاجرة بقضيتهم إن كان على الصعيد المحلي في تركيا أو على الصعيد الدولي كابتزاز أوروبا للحصول على الأموال ودول المنطقة للحصول على تنازلات سياسية، مصير هؤلاء اللاجئين سيكون صعبا إذا ما أجبروا على العودة لمناطقهم، وبالتالي هم لا يستطيعون حتى مجرد التفكير في هذه العودة، أولا للظروف الأمنية التي تعيشها هذه المناطق وسيطرة النظام الحكومة السورية وقوات الحكومة السورية و حلفائها على هذه المناطق والذين كانوا سببا أساسيا في تهجيرهم منذ بداية الأمر، فكيف تعود الضحية إلى الجلاد بحسب ما يقول مراقبون واللاجئون أنفسهم؟ من ناحية أخرى حتى لو افترضنا أن هؤلاء اللاجئون سيعودون وهناك ضمانات أمنية هي غير موجودة حقيقة لعودتهم، لكن هم أين الضمانات المعيشية؟ أين الخدمات التي سيعودون إليها؟ هناك بنية تحتية مدمرة بالكامل، هناك أوضاع معيشية مزرية يعانيها معظم السوريون الموالون والمعارضون للحكومة السورية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. اليوم الأصوات بدأت تتعالى من داخل حكومة النظام ومسؤوليها والمحسوبين عليها من إعلاميين وأكاديميين وفنانين وحتى من بعض المسؤولين الحكوميين الرسميين الذين ضجت صفحاتهم أو حساباتهم أو انتقاداتهم للوضع المعيشي المزري في هذه المناطق. إن افترضنا أن العودة قد تكون إلى مناطق أخرى كما تخطط لها تركيا في الشمال السوري، فنحن أمام كارثة جديدة أيضا تتمثل في مخطط خطير لتغيير ديموغرافية المناطق السورية. معظم المناطق السورية من جنوب ووسط سوريا إلى الشمال السوري، حيث يرفض هؤلاء اللاجئون العودة إلى مناطق ليست مناطقهم وإلى بيوت ليست بيوتهم، كما هجر أصحابها كما هجر هؤلاء بفعل الحرب وأدواتها. يعني لمواكبة الوقت لو ننتقل أيضا إلى المشهد اللبناني، اليوم الساحة السياسية تنتظر هذا اللقاء الذي سينعقد اليوم بين جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر وحزب الله وفد من حزب الله، علما بأن يعني هذه الأطراف يعني اليوم بينهم خلاف يعني ولم يحل لحد الآن. اليوم هل نستطيع أو نقول بأن هذا اللقاء هو بداية حلحلة للأزمة اللبنانية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي اليوم؟ نعم، في الوضع اللبناني أيضا هي مشكلة حقيقية مستمرة منذ 5 أشهر، هو الشغور الرئاسي الملف الأبرز الذي يعطل كافة مناحي الحياة في لبنان ويزيد من تضييق الأوضاع على اللبنانيين ويثقل كاهلهم، وهو ملف يراكم ويفاقم الملفات الأخرى المتراكمة منذ عهد الحكومات السابقة وحتى هذه الحكومة وصولا إلى الشغور الرئاسي والحكومي. هذا اللقاء هو لقاء في الحقيقة آفاقه حتى الآن تبدو مسدودة،
فهناك تباين واضح في الرؤى والمصالح الشخصية والحزبية الضيقة بين الفرقاء اللبنانيين تعيق التوافق على رئيس للجمهورية حتى الآن، بغياب أيضا أي حلول خارجية كما اعتاد للأسف اللبنانيون على فرضها من الخارج لإيجاد رئيس توافقي يحظى بقبول دولي وإقليمي وتوافق داخلي أو على الأقل شبه توافق، الحد الأدنى من التوافق. حزب الله وتيار باسيل هو كما يقال عندما تتفق المصالح فالجميع ينادي باسم الوطن، وعندما تتباين المصالح وتضيق تصبح المصلحة الشخصية هي الوطن بحد ذاته. هذا بالنسبة للفرقاء اللبنانيين، جبران باسيل وحزب الله كل من له مصالحه ويسعى إلى تحقيقها وتمريرها أو فرضها على إرادة اللبنانيين، ما يعطل التوافق على رئيس للجمهورية، رغم العلاقة والتحالف السابق بين هؤلاء وضد مكونات أخرى كانت ترى للبنان وجها آخر بعيدا عن التكتلات الحزبية اللي لمصلحة حزبية أو مصلحة فئوية ضيقة. هذا الوفد أو هذا اللقاء هو سبقه أيضا لقاء آخر مع وليد جنبلاط، حاول وليد جنبلاط طرح عدة أسماء لمنصب رئيس الجمهورية، هي رآها المراقبون والصحف اللبنانية هي مجرد اختبار لنوايا حزب الله وحلفائه في إمكانية القبول بمرشح توافقي من خارج الأسماء التي يريد حزب الله الاستفادة، يعني ضياء للاستفادة من تحليلاتك. دعنا ننتقل أيضا إلى العراق ولكن بجواب مختصر لو سمحت. هناك مصادر موثوقة صرحت بصحيفة الشرق الأوسط بأنه هناك مخططات لإسقاط حكومة السوداني اليوم، يعني نشاهد أنه هناك خلاف بين أطراف الإطار التنسيقي بدأت تطفو على السطح اليوم، تعليقك على ذلك ضياء؟ الخلافات بين مكونات الإطار وقوى الإطار التنسيقي ليست وليدة اللحظة وليست جديدة، هي خلافات موجودة أصلا منذ البداية، ولكن ارتأت قوى هذه الإطار أن تحاول الالتفاف على هذه الخلافات أو إخفائها أو محاولة تمييعها لكي لا يسحب البساط من تحتها لصالح القوى الأخرى، وحصرا التيار الصدري إبانة محاولة تشكيل الحكومة، وهذا ما حدث بالفعل. تم تجاوز هذه الخلافات يعني بشكل مؤقت حتى تشكيل الحكومة لا يكون للصدر الاستئثار بها، لكن قوى هذه الإطار وجدت نفسها بعد هذه الفترة أنها أمام خلافاتها مرة أخرى، وما زاد من هذه الخلافات هو خروج السوداني أو محاولة خروج السوداني من عباءتها وعباءة الولاء لإيران، كما ترى معظم الصحف ومعظم الآراء السياسية التي تقول بذلك. هذه الخلافات برزت وطفت إلى السطح بشكل كبير مع استضافة العراق ومحافظة البصرة العراقية لبطولة خليجي 25، وكانت نقطة الخلاف أو الشعرة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لقوى الإطار التنسيقي ورعيته إيران، هي تسمية الخليج بالخليج العربي والتي اعترضت عليها إيران بشكل رسمي وطالبت بالاعتذار عنها وإعادة التسمية إلى الخليج الفارسي. أيضا السوداني لم يكن الوحيد الذي استخدم هذا التعبير أو هذه التسمية، هناك توجه من معظم العراقيين لهذه التسمية بعد أن شوهد الإقبال الجماهيري والعربي الكبير للالتفاف حول هذه البطولة وإنجاحها بأنها بطولة عربية. نعم، يعني نظرا لنفاد الوقت يعني هناك أيضا محاور ضياء، سوف أكتفي بهذا القدر. أشكرك جزيلا الشكر، كنت معنا من غرفة الأخبار ضياء تمر.